السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 11 من كتاب باركور فرونسي ديال الأولى إعدادي، أو كما كتسمى من قبل السابعة أساسي. غنشوفوا سيكونس 1 جيفالي مي كونيسونس جيفالي، يعني أقوم المعارف ديالي لي سيتياسيون. غنشوفوا مجموعة من الوضعيات. يقول لك بارمي لي بروبوزيسيون سويفونت، من بين هاد الاقتراحات اللي معطيين لك من أتال جي، جو كوش ندير علامة هنا في الأول سال، يعني من هاد الاقتراحات ندير علامة على هادوك الاقتراحات اللي كيناسبو كي كونفيان أمون كومبورتمون، اللي كيناسبو التصرفات ديالي وكنآمن بهم بأنهم صح، يعني الحاجة اللي كتناسب التصرفات ديالي ندير عليها علامة، يعني أنا موافق على هاد التصرف هذا وكنديرو كنصرفو. واضح؟ مثلا الجملة الأولى شنو فيها؟ الجملة الأولى سيدي كتقول لك شاكان بور سوا، كل واحد يدبر المخ. لا ما كتناسبنيش هذه، خصنا نتعاونوا بيناتنا. كيقولوا واحد المثل كيقول شاكان بور سوا اي ديو بور توس، كل واحد اللي يدبر راسه والله لينا مجموعين وكل واحد يدبر محاله. لا هذه ما كتناسبنيش، خص بنادم يتعاون مع بعضياته. هنا الجمله الثانيه كيقول لي امبوسيبل دو نوي اون اميتي افيك اون بيرسون دان اوتر بي، كيقول مستحيل انك تعقد علاقه صداقه مع شي شخص من بلد اخر، بالعكس ما كتناسبنيش هادي. ممكن يكون عندك صداقات مع اشخاص من العالم كامل. ثالثة جملة سيكلك il faut aider tous les gens، خصك تساعد كاع الناس sans aucune considération، بدون اعتبار على حسب لاغاس، يعني العرق ديالهم ولا الثقافة ديالهم. يعني ماشي تقول هذا راه من افريقيا كحال ما نعاونوش، ولا هذا راه من الصين، ولا هذا يهودي، ولا هذا يعني ثقافته مختلفة عليا، ولا الدين ديالو مختلف عليا. إذا خصني نساعد جميع الناس بغض النظر على أين ديانة، ولا أين ثقافة، ولا أين جنس، ولا أين عرق. إذا هذه كتناسبني. دو طون زون طون، يعني مرة مرة، قال لك أون بو سو بيرميتخ، مرة مرة نقدروا أننا نسمحوا لنفوسنا دو نو با ريسبكتي، أننا ما نحترموش قانون السير. مرة مرة نميك على قانون السير، يعني ما نطبقوش كيما هو. مثلا شي بلاصة خاوية وبان لي ستوب ندوز فيه، ولا هذيك ما بانوش طوموبيلات، ولا ما بانليش البوليسي كدا، بالعكس كتناسبنيش هذيك، خصني نحترم قانون السير ديما. هنا اوجوردي إن إكزيست بلو دو فغي أمي، هذا شي واحد متشائم كيقول لك بأن حاليا الآن ما بقاوش الصحاب ديال بصح، الصحاب الحقيقيين، لا مازال الخير في الدنيا. إذا هذي ما كتناسبنيش. قال لك هذا اف، قال لك il faut respecter aussi bien la femme que l'homme، خصنا نحترموا المرأة بحالها بحال الراجل، يعني عادي هذه كتناسبني، انا كنحترم النساء بحال كنحترم الرجال، عادي عندي بحال بحال. هنا قال لك لا فراجي كيك اون ني با اوبليجي، احنا ما ماشي مفروض علينا دو ريسبكتي تو الموند، ماشي مفروض علينا نحترم الناس كاملا، يعني اللي يستحق الاحترام نحترمه، اللي ما يستحقش ما نحترموش. لا هذه ما كتناسبنيش. هنا قال لك il faut croire que l'homme est bon par nature، خصنا نؤمنوا ان الانسان خير بطبعه، يعني من الطبيعة ديالو مخلوق خير، غير التربية ولا العود ولا الشارع ولا الزنقة ولا الناس معاهم كيتلاقا هما اللي كيغيروه كيردوه شرير. إذا هذه كتناسبني بأن كنآمن بأن الناس من الطبيعة ديالهم أنهم فيهم الخير. هنا قالك il faut écraser les faibles، خصنا نطحنوا الضعفاء، يعني المعسو دوك الناس اللي ضعاف، ils sont bons à rien، حيت ما صالح لوالو خصنا نطحنوا دوك الناس الضعاف. هذه ما كتناسبنيش، ما متفقش معها. هنا قالك tous les hommes sont égaux، كاع الناس سواسية، صحيح كنآمن بها بأن كاع الناس سواسية. إذا هادو هما الحوايج اللي كيناسبو الشخصية ديالي والتصرفات ديالي كتمشي معاها. ندوزو لخامسا أورال الشفوي. قالك أسيدي جو دي سكو جو فوا، غنقول شنو كنشوف. جو دي سكو جو فوا سور لون de ces images en deux ou trois phrases. اختار شي وحده من هاد الصور وعبر على شنو كتشوف في جوج ولا ثلاثه ديال السطور، يعني يكون مختصر. انا عندي لك الاختيارات بجوج وانت عزل اللي بغيتي. مثلا هنا ادغوات، نقول هاد الصوره اللي في اليمين شنو نقدر نقول عليها. سي تون بيل ميزون، هادي دار زوينه افيك ان ريد شوسي. ريد شوسي هو الطابق السفلي، لو ريد شوسي كيتسمى، عندها طابق سفلي وطابق علوي، عندها جوج طبقين، عندها السفليه وعندها الفوقي. ان ريد شوسي اي ان ايتاج، ايتاج واحد يعني طبقه واحده. اونتوري دون بيل فوري، مدوره بواحد الغابه زوينه.
تقدر تقول كاين واحد الطوموبيل اكوتي، كاين بزاف ديال الحوايج تقدر تقول. اغوش نشوفو في اليسار شنو نقدروا نقولوا. سي تان بيتي فيلاج، هذه واحد القريه صغيره، اون كاسبه كتسمى القصبه عندنا حنا اللي كتبنا بهذه الطريقه كنسميوها القصبه. اونتوري دو مونتاني، مدوره بالجبال يعني دائم بها الجبال. اي دي زاربر، والشجر هما الشجر كتشوفهم يعني محفوفه بالشجر او بالجبال. افيك اون اركيتكتور، واحد يعني بناء معماري يعني واحد الطريقه اللي مبنيين بها الديور، خاصه اينيك يعني فريده من نوعها، وخاصه سبيسيال خاصه باش او زابيتون، خاصه بالسكان دو سود ماروكان، السكان ديال الجنوب المغربي يعني هاد القصبات كتلقاها جنوب المغرب. ندوزو لتحت سادسا نشوفو شنو كاين هنا. قال لك جو ريكوبي، اعيد كتابه لو باساج سويفون، هذا المقطع هذا نعاود نكتبو هنا يعني ما تحتاجش انا نكتبو لكم، نتوما كتبوه عادي. هذا المقطع هذا كتبوه هنايا. هنا قال لك ثانيا، قال لك فوز افي فيكو، انت عشتي فيكو فيرب فيفر اون افونتير، واحد المغامره سعيده اوروز، مغامره سعيده هي فيها واحد شويه ديال الجانب ديال المغامره ولكن سعيده كملت هانيه بحال هذيك القصه ديال مقيدش كملت مزيان. ريديجيون لي سيركونستانس، قلنا احكي لنا على الظروف ديال هذه المغامره في ثلاثه ديال السطور يعني يكون مختصر، هما ثلاثه ديال السطور هنا انا كتبتهم لكم باش بلا ما نعاود نكتبهم هنا او ما نقراهم عليكم. غتقول ان جور، نقولها تما ديك الساعه من بعد، ان جور واحد النهار je me promenais كنت كنتسالى tout seul بوحدي dans le jardin public في الحديقه العموميه voisin يعني اللي حدا الدار ديالنا يعني قريبه الجار. soudain فجاه un gros chien واحد الكلب كبير furieux يعني مقلق معصب voulait m'attaquer كان باغي يهاجمني. heureusement لحسن الحظ son maître يعني مولاه صاحبه a intervenu، هادو راه ما ملاقينش a devoir avoir a intervenu et m'a sauvé وانقذني d'une morsure من واحد العضه douloureuse يعني مؤلمه. la douleur هي الالم. اذا حنا اختصرنا ما بغيناش نطولوا، هذه نقولوها هنايا ولا تخيل شي قصه اللي كانت النهايه ديالها سعيده اخرى واستعملها. هذه الصفحه 11 انتهى كملنا.